الشق الثاني اللي عايز اتكلم فيه مع حضراتكم هو فيما يتعلق باللاعب صالح جمعه لاعب النادي الاهلي. وصالح في الحقيقه العين عليه كتير الفتره اللي فاتت واللي جايه كمان، بما انه خلاص عاد اخيرا للفريق سواء من خلال التدريبات او حتى من خلال مشاركته في المباريات مع النادي الاهلي. واخر مباراه شارك فيها منذ فتره كبيره جدا من حوالي سنه كانت المباراه الاخيره امام فريق المصري بورسعيدي اخر 10 دقائق، كبدايه جيده للاعب في اطار باذن الله استعداده للعوده بشكل كامل مع الفريق عشان يكون لاعب مؤثر زي ما احنا دايما متعودين من صالح جمعه، لاعب عنده امكانيات فنيه كبيره جدا وان شاء الله يكون اضافه للفريق خلال المرحله المقبله. لكن الجزئيه تحديدا اللي عايز اتكلم فيها بخصوص صالح وبخصوص بعض الاكونتات اللي ممكن تكون بتتكلم باسم صالح جمعه واللي بتنشر بعض الاكاذيب عن اللاعب، وللاسف في اكونت موثق انا مستغرب الموضوع ده على فيسبوك تحديدا بتاع صالح جمعه، هو مش ملوش اي علاقه باللاعب خالص الاكونت اللي على فيسبوك، بس خليني اقول لحضراتكم الاكونتات الرسميه للاعب اللي تاخدوا منها اي حاجه تخصه هو على طول، ده اكونت انستجرام موثق، ده بتاع صالح جمعه اللي حضراتكم شايفينه على الشاشه، ده بتاع صالح جمعه على انستجرام. في كمان على تويتر اكونت موثق لصالح وده ايضا بتاعه، مفيش اي مشكله خالص، اي حاجه يا ريت يا جماعه تعرضوا الاكونتات دي عشان نوضح للناس، لان صالح من اللعيبه اللي هتبقى مستهدفه خلال الفتره اللي جايه وهيبقى فيه تركيز معاها كبير والعين عليها هتبقى كتيره جدا. فبالتالي ده تويتر، ده بتاع صالح جمعه واللاعب مكرر بيه. وبالمناسبه انا تواصلت مع اللاعب قبل الحلقه عشان اتاكد منه بخصوص كل هذه الامور عشان نوضح للناس عشان مفيش حاجه تتاخد عليه غلط وهي مش على لسانه او هي مش بتاعته يعني. فانستجرام وتويتر دول بتوع صالح موثقين مفيش اي مشكله خالص. تعالى لي بقى للاكونت اللي بعده ده اللي هو على الفيسبوك، تمام؟ بص بقى حضرتك لاحظ معايا دلوقتي ده موثق، يعني ده موثق بس هو مش بتاع صالح، انا مش عارف موثقوه ازاي بصراحه، وانا خدت التاكيد من اللاعب قبل الحلقه مباشره يعني، ده مش بتاع صالح خالص وهو اكيد هيتخذ كل الاجراءات لالغاء هذا الاكونت يعني او هذا الحساب اللي على فيسبوك اللي ما يخصش صالح اطلاقا رغم انه حساب موثق. فيعني اكيد في لعبه حصلت او امر ما حصل قدروا من خلاله اصحاب الصفحه دي المزيفه ان هم يوثقوها على انها صفحه صالح جمعه. ففي الحقيقه كنا حريصين اشد الحرص في التنويه على الجزئيه دي تحديدا عشان الامور تبقى واضحه لكل الجماهير وجمهور النادي الاهلي تحديدا، عشان الصفحه دي لو نشرت حاجه على لسان صالح فتبقوا عارفين كويس قوي ان ده مش صالح اللي كاتب الكلام ده واحد بينتحل شخصيه صالح جمعه. فالتوضيح ده والتنويه ده كان غايه في الاهميه، واللاعب مركز جدا جدا باعتراف مستر ريني فايلر خلال المؤتمر الصحفي الاخير بعد المباراه، وان شاء الله خلال الفتره اللي جايه باذن الله صالح جمعه يعود كعنصر مؤثر جدا جدا في مختلف التحديات بالنسبه للنادي الاهلي سواء محليا او افريقيا، وخصوصا كمان ان هو مقيد في القائمه الافريقيه، فدي حاجه هتكون اضافه بالنسبه لصفوف الفريق.